متلبقا العلوم. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي عندكم فيها الجزء الثاني بالنسبة للمعاهد ديال التكوين المهني في الميدان الصحي. قبل ما نبداو عملية التسجيل في هذا المعهد، دخلوا القناة ديالي وشاهدوا هذا الفيديو الجزء الأول اللي تنهضر فيه على التخصصات الجديدة ديال معاهد التكوين المهني في الميدان الصحي، باش تعرفوا المعلومات قبل ما تسجلوا، قبل ما ترتكبوا شي خطأ، لان الا تسجلتوا ما عندكمش الحق باقي تغيروا حتى معلومه لا المعهد ولا تخصص. اذا غادي نبداو عمليه التسجيل. قبل ذلك دعمونا بالاعجاب، بالتعليقات الايجابيه، بنشر الفيديو مع الاصدقاء، وفي الاخير بالاشتراك في القناه. اذا نبداو على بركه الله. بالنسبه للموقع غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. اذا قبل ما نبداو التسجيل غادي نذكروا بالمعلومات الاساسيه والضروريه. اذا خصنا نعمروا المعلومات بدقه، المعلومات اللي طالبينها هنا في التسجيل. كذلك خصنا نختاروا المعهد، وذلك حسب السلك. الا كنت انا بين في السلك التقني واخترت الشعبه، خصني نشوف فين قريت الباك. اذا فين قريت الباك ديالي، تماك فين غادي ندفع المعهد ديالي اللي كاين في المدينه. الا ما كانش المعهد ديالي في المدينه، خصني نشوف المدينه إن معهد تستقطب المعهد اللي تستقطب المدينة ديالي. غادي نوريكم واحد المثال. بالنسبة للسلك التأهيلي، خصني نشوف فين قريت التاسعة، اش مدينة قريت التاسعة، تماك فين غادي ندفع، غادي نختار المعهد ديالي. أو إلا ما كاينش في المدينة ديالي، غادي نشوف المدينة اللي تستقطب المعهد ديالي. إذا المعلومة الأخرى اش قال لي، خصنا نختار المعهد. ثانيا خصو يكونوا الوثائق بصيغة بي دي اف، الوثائق خص يكونوا بصيغة بي دي اف. خصنا نتأكدوا من المعلومات اللي درنا عاد ما نديرو اونغوستخي، باش الا درنا اونغوستخي او الحفظ، راه ما عنديش الحق باش نغير المعلومات. وغادي نخرج الاستمارة ديالي ديال الترشيح اللي نحتفظ بها باش ندوز بها الامتحان الكتابي. اذا تيقول لك واحد الملاحظات مهمة، هو ما عنديش الحق باش نغير اي معلومة، لا بالنسبة للمعلومة الشخصية أو المعهد أو التخصص. إلا مشيت تدرت حفظ فاليداسيون، ما غاديش يبقى عندي الاختيار باش عطيني نغير. إذا هذا الشيء اللي نأكد لكم، خصكم تقراو ترجعوا لهاد الفيديو هادو وتشوفوا المعلومات اللي ذكرت لكم مزيان والشرح عاد ما تجيو تسجلوا. إذا أي معلومة خاطئة دخلتها غادي تلغى الترشيح ديالي. ممكن ليش نترشح بزاف المعاهد، المعاهد عندي الحق نختار معهد واحد، يعني ندير مترشح واحد معهد واحد صافي، ما نبقاش نجرب مره اخرى عاوتاني نتسجل. تسجلت مره واحدة صافي، ما عنديش باقي مره اخرى نتسجل باش ما يتلقى ليش الترشيح ديالي. قال لك ممكن ليش عاوتاني واخا مثلا تسجل بزاف المرات، ما عنديش الحق باش نتسجل بزاف المرات في نفس المعهد. قال لك بان يعني التسجيل ديالي هذا التسجيل الاولي راه ما تيخولش بانني راه مقبول في المعهد، خصني ندوز الامتحان الكتابي ثم الامتحان الشفوي. بالنسبه نهار الامتحان الكتابي خصي يكون ندي معايا لاكارت ناسيونال و استمارة الترشيح اللي غادي نخرجها من هذا السيت اللي ندخل المعلومات ديالي. وملاحظه اخيره تيقول لك بانكم خدموا بجوجل كروم راه مزيان في التسجيل. اذا بداو على بركة الله التسجيل. غادي نضغطو على هاد انسكريبسيون. اذا غادي نجي نختارو تخصصات. كما تلاحظوا بالنسبة للي قاري تسعة قديما، تنقول تسعة قديما او تالتة اعدادي حاليا، اذا عنده اربعة ديال التخصصات اللي هما اد سوانيو مساعد في العلاج، اد اون اوتيلغي ايجين اوسبيتاليير يعني مساعد في الايواء والصحة الاستشفائية، إيد أون بيريكولتور يعني مساعد في رعاية الرضع والأطفال، إيد أون جيرياتري يعني مساعد في طب الشيخوخة. بالنسبة للي قاري الباك سواء ناجح ولا ما ناجح، يعني خص اللي ما ناجح يكون قاري الدورة الأولى قاري الدورة الثانية، ماشي يكون عنده الغلو في النص. إذا شنو هما الإختيارات اللي عنده؟ عنده تكنيسيان أمبيلونسي، هذا خصو يكون عنده البيرمي، أوكسيليير دو بلوك أوبيرادوار اوبيراتوار يعني مساعد في المركب الجراحي، تكنيسيان اون روتريتمون اي
ستيريليزاسيون دي ديسبوزيتيف ميديكو، يعني تقني في معالجة وفي صيانة ومعالجة المعدات الطبية. تكنيسيان اون سيكريتاريا ميديكال سوسيال، يعني تقني في الكتابة الطبية الاجتماعية. غادي يبقى لنا والأخيرة اوكسيليير داكوي اي دوريونطاسيون دي سيرفيس دي زورجونس، يعني هنايا مساعد في الاستقبال والتوجيه بالمستعجلات. اذا ناخذ مثال بالنسبه لقاري الباك، نختار مثلا هذه التقنية في معالجه وتعقيم تقني في معالجه وتعقيم المعدات الطبيه. اذا هذه نختار نكتب هنا لونو، يعني الكنيه ديالي، يعني جبران الاسم ديالي، برينو هي اسم ديالي كمال. هنا دات دو نيسونس، تاريخ الازدياد، يعني هنا جي جي هو لو جو، النهار جوج، ام ام هو الشهر، يعني جي جي هو النهار، ام ام هو الشهر، شهر 5 ماي السنة ديالي، فاش جديد فين نربع. اذا سي ان اي يعني النيميرو ديال لا كارت ناسيونال، يعني رقم بطاقة التعريف الوطنية. هنا الهاتف ديالي، يعني رقم الهاتف، هنا العنوان ديالي، العنوان ديال المنزل، هنا الايميل، ندخل الايميل ديالي تنخدم به، يعني تندخل ليه باش نشوف الرسائل اللي توصلني، ما نديرش ايميل من راسي، خصو يكون الايميل صحيح تندخل ليه. هنا السكنة ديالي في المدينة، يعني المدينة ديال السكنة، هنا فيل يعني المدينة فين كاينة لادريس ديالي فين تنسكن، ونديرو سويفون. إذا باركور سكولير، المسار الدراسي، عطاني هنا الاختيار ديال الجوج ديال الخانات. إذا كاينة إدوكاسيون ناسيونال، يعني التعليم الوطني، التعليم الوطني اللي هو شنو هو، يعني التلاميذ اللي قاريين يعني او قراو الثانوي التاهيلي او الثانوي الاعدادي، الثانوي التاهيلي او الثانوي الاعدادي، هذه السميه الجديده، او كما نقول السميه القديمه، قراو في الاعدادي او قراو في الثانوي، هذه اختاروا ايديكاسيون ناسيونال. بالنسبه للفورماسيون بروفيسيونيل، يعني اللي قراو في التكوين المهني او عندهم دبلوم مهني، يعني التكوين المهني او شي مؤسسه اخرى وهي تعتبر مهنيه. اذا الى اختاريت مثلا ايدوكاسيون ناسيونال، كما تلاحظوا، اذا الى جينا هنا نوت كونترول كونتوني، يعني اس ان، يعني نقطه الدوره الاولى، نقطة المراقبة المستمرة الدورة الأولى، نوت كونترول كونتوني اس 2، يعني نقطة المراقبة المستمرة ديال الدورة الثانية. هنا كود مسار يعني الرقم المسار أو الرقم الوطني للطالب، سي ان او الرقم الوطني للطالب. يعني علاش خلينا اخترنا التقني، لأنني قريت الباك، علاش انا دايرين نقطة المراقبة المستمرة الدورة الأولى ونقطة المراقبة المستمرة الدورة الثانية، لأنهم كاينين هادوك اللي بيدفعوا وما ناجحينش، يعني قاريين الباك وما ناجحين، يعني نيفو باك، يعني قاريين الباك وما ناجحين، داكشي علاش دارو في الرقوج ما عطوش النقطة العامة ديال الباك. إذا غادي نوريكم نعمر بعداك
رقم المسار اللي تكون من حرف مع تسعود ديال الأرقام، ونجي هنا ندير النقطة ديال نقطة المراقبة المستمرة ديال الدورة الأولى. إذا إلا جينا هنايا كما تلاحظوا هي هادي، هاي كما تلاحظوا دوزيام اني سيكل البكالوريا. إذا هادي هي الغولوفي نوت اللي خصكم تشدوا من الأكاديمية أو من المؤسسة ديالكم، فيها الجدول المشترك ترون كومان الدورة الأولى برومي سيمستر دوزيام سيمستر الدورة التانية، فيها بروميير اني سيكل دو بكالوريا يعني السنة الأولى بكالوريا، فيها بروميير سيمستر دوزيام سيمستر يعني الدورة الأولى الدورة التانية، دوزيام اني سيكل دو بكالوريا يعني الثانية بكالوريا اللي فيها الدورة الأولى. نتابعوا لهذا الملاحظة بروميير سيمستر يعني هذه الدورة الأولى، كما تفهمنا تلاحظوا هنايا المعدل الدوري يعني المعدل الدوري ديال الدورة، المعدل ديال الدورة يعني هذه بروميير سيمستر يعني 13 16 عفوا 16.13. إذا غادي ندير 16، غادي نجي لهنايا باش تبان ليا هادي فاصلة، ديك الساعة غادي نختار نسيليكسيوني هادي وندير 16.33، 16.33 ما تمشوش لهادي، ماشي هي هادي، هادي المعدل السنوي يعني المعدل ديال المراقبة المستمرة ديال العام كامل 16. إذا كما تلاحظوا هذا هو الخانة ديال دوزيام اني باك، الثانية بكالوريا، هذه هي اللي بنختار بالنسبة للي قراو الباك يعني اللي ناجح ولا اللي ما ناجحش غادي يشد هذه يلقى النقاط ديالو. إذا المعدل الدوري يعني مويان سيمستر يعني 16.33 ديال بروميير سيمستر الدورة الأولى. يعني غادي نجيو هنا واحد الملاحظة انتبهوا مزيان، هنا كاتبين لنا ما كاتبينش دوزيام سيمستر، شوما كان دي كاتبين لنا هنا دوزيام سيمستر خصني نلقى هنايا النقطة، شتي هنا ما كايناش، اش كتبين لنا هنايا مويان كونترول كونتيني يعني هي 18 راه داخلة فيها النقطة ديال الدورة الأولى النقطة ديال الدورة الثانية. كي غادي نحسب كيما تلاحظوا راني دخلت هاد النقطة ديال مويان ديال السيمستر ان مويان كونترول كونتيني السيمستر ان، هاد النقط هادو كيما تلاحظوا ها هما غنوريهم ليكم، هي هادو 17 16 15 72 62 الى اخره حتى 20 المواظب والسلوك، هما هادو المعاملات ديالهم، المعاملات ديالهم كما تلاحظوا مشوا معايا على حساب هذا الترتيب، هذا مشوا معايا على حساب هذا الترتيب، العربيه اللغه الفرنسيه اللغه الانجليزيه الى اخره، ولكن يمكن لكم تجبدوها مناش من النقطه ديال الباك، يمكن لكم تجبدوها من هنا، ها هما المعاملات هما هادو، تمشيو للباك وتلقاوهم المعاملات هما هادو، اللي ما عندوش الباك ها هما المعاملات هادو. بالنسبه للعلوم هذا باك علوم ماشي ادبي، هذا بالنسبه للباك علوم. اذا غادي نجي عاوتاني غادي ناخد هاد عفوا غادي نجي عاوتاني ناخد هاد النقطه مويان كونتيني، مويان كونتيني هذا داخل فيه النقطه ديال بروميير سيميستر يعني اس ان، والنقطة ديال الدورة الثانية الدورة الأولى والدورة الثانية، هادو داخلين فيهم النقطة ديال الدورة الأولى والدورة الثانية اللي كاتبين هنا مويان كونترول كونتينيو، وأنا خصني نجبد النقطة ديال الدورة الثانية. كي غادي ندير تلاحظوا أني دخلت النقط ديال مويان كونترول كونتينيو، مويان كونترول كونتينيو هما هادو اللي جبتهم من الغلوفي دو نوت هما هادو. اذا باش نجبد هنا النقطه ديال الدوره الاولى الدوره الثانيه النقطه ديال الدوره الثانيه بالنسبه انطلاقا من هاد مويان مويان جينيرال ديال المراقبه المستمره، اذا هادي راه فيها 18 هاد النقط كلهم هادو راه فيهم 18 16 15 16 الاخر فيهم النقطة ديال الدورة الأولى والدورة الثانية. باش غادي نجبد أنا النقطة ديال الدورة الثانية يعني كادي نجبد أنا النقطة ديال كل مادة ديال الدورة الثانية، غادي نشد هاد 18 كما تلاحظوا هانتوما، غادي نشد 18 ندير 18 نضربها في جوج، 18 نضربها في جوج ونقسم منها هادي، فهمنا هي هادي بالزرق. إذا 18
فوا جوج ونقص منها 17.5. كذلك إلى جينا لهادي غندير 16.5 16.15 نضربها بجوج نقص منها هادي 16.10. إلى جيت عاود تاني لهنايا غندير 16.69 فوا جوج غادي نقص منها 15.62 15.62 غتعطينا هاد النقطة هادي ونكمل بقية النقط. إذا هادي هي النقطة ديالي كما تلاحظوا ديال الدورة التانية، ماشي هي كون موين كونتيني، انتبهوا معايا مزيان. إذا أنا حصلت على النقطة ديال ديال المواد ديال الدورة التانية، يعني كي غادي نحسب عاود تاني المعدل ديال الدورة التانية المراقبة المستمرة غنضربو في المعامل. المعاملات هما هادو كما تلاحظوا، هادو هما المعاملات. كما قلت لكم رتبتهم انا على حساب هاد عندي هنا اللغة العربية، اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، الحياة والأرض، الفيزياء، التربية الإسلامية، التربية البدنية، هنا المعلومات ما عنديش، الفلسفة، المواظبة والسلوك. إذا غادي نضرب في المعاملات هما هادو. قلت لكم هادو راه خاصين بالبكالوريا علمية، خصوصا باك فيزيك، فيزيك شيمي. غنضرب في المعاملات، هادو هما المعاملات. إذا غادي نشد هاد 18 باش نحصل على هاد النقطة هادي، غادي نشد هاد 18 ونضربها في هاد جوج كما تلاحظوا، 18 فوا جوج وغادي هكاك هاد 16 فوا 4 17.76 فوا جوج 15 فوا 7 33 فوا 7 17.07 فوا 5 15.88 فوا 7 إلى آخره 20 فوا 1 ويعطينا هاد المعدل هذا. إذا غادي نجي ندير هذا مجموع ديال هاد المعدلات، عندي لا صوم المجموع ديال هاد المعدلات، المجموع ديال هاد المعدلات، ونجي هنايا عشان ندير هاد المعدل هذا 606.980 بنقسمها على 36. عشان هي 36، 36 هي المجموع ديال هاد المعاملات، 36 هي المجموع ديال هاد المعاملات، مجموع ديال هاد المعاملات. إذا غادي يعطيني هذا 606.980 مقسمة على 36 غادي يعطيني 16.86. إذا هادي 16.33 كما قلنا هي هادي، عفوا 16.33 هي ديال معدل المراقبة المستمرة ديال الدورة التانية، وهادي اللي ملقيناش هي 16.86 هي هنايا 16.86 ديال الدورة التانية المراقبة المستمرة. إذا إلى جيت لهنايا جمعت هادي هادي زائد هادي وقسمتها على جوج غادي يعطيني كما تلاحظوا هي هادي زائد هادي وقسمتها على جوج غادي يعطيني المعدل العام ديال الدورة الأولى والدورة الثانية، المعدل العام ديال العام كامل ديال الدورتين بجوج هي 16.60 كما تلاحظوا. إلى جينا هنا غادي نلقاوها 16.60، هاد 16.60 هي المعدل ديال هاد الدورة الأولى والمعدل ديال الدورة الثانية. إذا اللي عنده هنا هادي كتبها، اللي عنده هنا هاد الخانة المعدلة هادي كتبوها هنايا، يعني ديال خصو يقرا هنايا دوزيام سيميستر. اللي ما عندوش هنا موين سيميستر راني وريت لكم الطريقة كيفاش تحسبوها، هي 16.86. إذا جي ندير أنا ندير 16.86 كيما نقول لكم نفس الطريقة السابقة 86 وندير نيكست. بالنسبة اللي قراو التكوين المهني، إذا فورماسيون بروفيسيون تقراو في التكوين المهني أو مؤسسة خاصة ديال التكوين المهني، غادي يديرو سميت ديال سبيسياليتي دو ديبلوم، التخصص ديالو أشنو هو التخصص. باش مثلا قاري مثلا إلكتريسيتي، قاري مثلا إلكتريسيتي، الكتريسيتي مثلا قاري الكتريسيتي، او قاري شي حاجه اخرى مثلا بلومبي، لان هذا التخصص ديال التقني خص يكون عنده ديبلوم ديال التاهيل، ديبلوم ديال التاهيل المهني. واش قاري شي حاجه اخرى مثلا على حسب التخصص اللي قاري، هو يشوف التخصص اللي قاري يكتبوا هنا سبيسياليتي هو التخصص ديال الدبلوم اللي قاري في التكوين المهني، اللي عنده ديبلوم ديال التاهيل المهني. وكذلك غادي يشوف كود مسار، لان غالبا غادي يكون عنده الباك ديالو،
يكون عنده الباك ديالو قاري الباك او قاري الباك، ويدير هنا النقطه ديال الدبلوم نوت اكزام فينال بور اوبتوني دي دبلوم، يعني النقطه النهائيه اكزام فينال نوت اكزام فينال، يعني النقطه النهائيه ديال العام الاخر ديالو. العام الاخر غادي يعطيو واحد البلتان فيه النقطه بأم هو باش نجح، باش نجح واش الدبلوم ديالو، ماشي النقطه ديال الدوره الاولى، يعني غادي يكون فيها ديك النقطه اللي فيها الدوره الاولى والدوره الثانيه والامتحان اللي دوز، الامتحان الوطني اللي دوز، ديك الساعه يدخل هنايا كما قلت لكم مثلا يدخل 15 ويدير هاد السماء هذا، وديك الساعه يختار هاد جوج ارقام ويدخل النقطه ديال النقطه اللي مورا الفصيله. غير هو واحد الملاحظه بالنسبه لهاد كود مسار، راه تيكون معطي ليه كود مسار، غادي يكون تيتعطى ليه كاع من الناس سميتو ملي تيقرا في الاعدادي كود مسار، يعني غادي يمشي اما غادي يلقاه في الباك ديالو، واما بالنسبه زعما كقار انه قاري الباك غادي يكون في الغلوف ديال النوت ديالو، او بالنسبه اللي ما قاريش الباك يعني دفع بالدبلوم ديال التاهيل المهني، الدبلوم ديال التاهيل المهني راه يقدر يمكن يدفع حتى بالدبلوم ديال التقني، راه يقدر يدفع حتى بالدبلوم ديال التقني، يعني ماشي مشكل، يقدر يكون شي واحد قرا دبلوم تقني في التكوين المهني، راه يقدر يجي هنا ويختار تقني احد التخصصات ديال التقني في هذا الميدان الصحي، متفقين؟ ماشي بالضروري يكون الدبلوم عنده ديال التاهيل المهني، المهم اقل حاجه هو الدبلوم ديال التاهيل المهني، متفقين؟ ويجي هنايا الى اختار الدبلوم ديال التقني التاهيل المهني غادي يدخل التخصص ديالو، عنده الدبلوم ديال التقني يدخل التخصص ديالو هنايا، هنايا قد مسار، قد مسار غادي يشوف الى كان قاري الباك راه غادي يكون عنده في الغلوف ديال النوت ديالو اللي كان شدهم، غادي يشدهم من الأكاديمية، او انه يقاري التسعة غادي يمشي للبيلتان ديال التسعة وغادي يلقى الغلوف قد مسار، ولا في شهادة مدرسية غادي يلقى قد مسار ديالو، متفقين؟ صافي هاد النقطة باش ما يبدا يقلب عليها وندير ديك الساعة نيكست. اذا هنا غادي نختار المعهد ديال التكوين المهني في المعدن الصحي، كما تلاحظوا عطاني كازا، علاش عطاني هنا كازا؟ اش من مدينه كاين فيها، اش مدينه انا كاين فيها، اذا هذه هي اللي تحتمت عليا خرج لي هنايا كازا، اذا غادي نختار كازا. اذا باش تعرفوا كيفاش تحولوا الصيغه ديال هاد كانت عندكم ايماج صوره وبيتحولها بي دي اف، غادي نوريكم واحد الفيديو باش تشوفوا كيفاش ديروا التحويل ديال الصيغه ديالو، انا غادي نوريكم الطريقه كيفاش تحولوا الصيغه ديال واحد الصوره الى بي دي اف، غادي تجيو لهاد الفيديو، هادو الفيديو اللي محطوط هنا في القناه ديالي، وغتقلبوا على الفيديو ونوريه لكم، ها هو كما تلاحظوا هاد الفيديو هذا اللي فيه هنايا في الشاشه، وتلاحظوا يعني الصيغ ديال الصور اما جي بي جي او ولا جي بي جي ولا بي ان او جي، تنحولوه تحويل الصور لملف بي دي اف، هو هذا التسجيل كيفية تحويل الصور لملف بي دي اف، كيفاش تصور لاكارت ديال لاكارت ناسيونال ديالك وتحولها صيغة بي دي اف، متفقين؟ هو هذا الفيديو. لسان نبدا نكمل، غادي ننزل تحت ونكون متأكد بأنني راه المعلومة صحيحة، إلا خطأ أنا كنكليكي عندي شي معلومة نسيتها أنها خطأ عندي بروفيو يعني نرجع الى الخلف، صافي تاكدت من المعلومات غادي ندير انغوستري وغادي نامبريمي الورقه ديالي. اذا غادي ندير سيليكسيون لهاد بطاقه التعريف الوطنيه، انا سميت الفيشي ديالي باش ما نتلف، غادي ندخل الفيشي فين حطيت الوثائق ديالي، اذا سميت الفيشي بي دي اف سي ان اي يعني بطاقة التعريف الوطنية كما تلاحظوا، وغادي ندير سيليكسيوني اوفغيير، هاهي تحطات هنايا، غادي نعاود ندير سيليكسيوني بالنسبة لاتيستاسيون دو سكولاتيو ولا الدبلوم، غادي نختار الباك حيت انا تسجلت بالباك، عندي انا الباك اذا، ولا ندير شهادة دراسية. بالنسبة لغولوفي دو نوت غادي ندير لغولوفي دو نوت، نختار غولوفي دو نوت ديال البكالوريا، هي تحطات غولوفي دو نوت ديال البكالوريا،
غادي ندخلوا هذا الحساب العمليه هذه داكشي اللي خرج لكم هنايا طلع عندي مثلا هنا 13 زائد 3 هي 16 نكتب 16 هنايا من بعد ندير اونغوستري من بعد ندير اونغوستري هذه نهايه ديال التسجيل يعني ما يمكنش نبدل او ندخل شي معلومه اخرى اللي ندير اونغوستري كما تلاحظوا هو خرج ليا لا خرجت ليا لا فيش بري انسكريبسيون يعني هذه هي لاتيستاسيون او شهاده التسجيل غادي ننزل لتحت باش ندير اونغوستري يعني في هذه المعلومات اللي دخلتها كما تلاحظوا وفيها التخصص ديالي اللي اختاريت هو هذا هو التخصص اللي اختاريت يعني تقني في معالجة وتعقيم المعدات الطبية باش نسجل هذه نقدر نجي لهنايا وندير امبريمي غادي نختار هنايا ديستيناسيون نختار اونغوستري كما ندير اونغوستري فورم بي دي اف وندير اونغوستري لاحظوا ونسجلها ديك الساعه من بعد ديك الساعه من بعد غادي نخرجها امبريميها مع فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال وغادي نديها من القسميتي في اللائحه اللي غادي دوز الكونكور وغادي نديها معايا لان هذيك هي بمثابه الاستدعاء ما امبريميش هذا الفورمولير هذا ديال الانسكريبسيون غادي يجي يضغط على امبريمي فورمولير فورمولير سي سي ان اي يعني نيميرو دو لاكارت ناسيونال نيميرو دو لاكارت ناسيونال و تاريخ الازدياد وندير كونيكسيون نضغط على كونيكسيون كما تلاحظوا هاي الفورمولير تعاود تفتحات ليا يمكن ندير نفس العمليه كنخدم البي سي من هنا امبريمي ونتبع البروسيدير كما شرحت لكم من قبل او ندير سكرين الا كنت خدام بسميتو بالتليفون ندير لها سكرين تفقين او نمشي عند مول السيبير ندخل للسيت ونعطيه المعلومات ديال لاكارت ناسيونال مع تاريخ الازدياد وغادي يخرج لي امبريميها مع لاكارت ناسيونال الامتحان بخصوص كما قلت لكم بخصوص يعني الاختيار اللي غادي تسجلوا في المستوى التاهيلي يعني يردوا البال راه هي نفس الطريقه ويردوا البال النقطه خص يجيبوا الغوليف النوت ديال تكون فيها الدور الاولى يعني ديال المراقبة المستمرة الدورة الأولى نقطة ديال المراقبة المستمرة والدورة الثانية ديال نقطة المراقبة المستمرة ما تدخلوش فيها الامتحان الجهوي ما تدخلوش فيها الامتحان الجهوي هي يعني النقطة ديال القسم كما تنقولوا ديال المراقبة المستمرة تقراو نقطة المراقبة المستمرة الدورة الأولى ونقطة المراقبة المستمرة الدورة الثانية وتتبقاو خدامين نفس اللي نفس الطريقة ديال كما بينت لكم دابا ديال التقني مستوى التقني هنا تنكملوا عملية التسجيل في فيديو آخر إن شاء الله.